قاضي حقوق علينا ومشايخنا وأبنائنا تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الأطهار والصحابة الكرام والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الحشر والقرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، قد وصلنا في شرح السنوسية الكبرى سيد أبي عبد الله السنوسي رضي الله تعالى عنه، ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الله تعالى أحياء أمواتا، اللهم آمين. وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال رضي الله تعالى عنه: أما قول القاضي، هنبدأ من هنا، أما قول القاضي فهو جال على أصله وأصل الجمهور من أن التقليد لا تحصل معه حقيقة الإيمان، وإنما تحصل مع المعرفة. ولهذا كانت حقيقة الإيمان عند القاضي هو التصديق التابع للمعرفة، واحترز بقوله التابع للمعرفة من التصديق التابع للاعتقاد التقليدي أو التابع للظن أو الشك أو الوهم. فمعنى قوله لا يوجد مؤمن إلا وهو عارف بالله تعالى، لا يوجد مؤمن شرعا، أي في حكم الله تعالى المبني على التحقيق، وما في نفس الأمر، لا في حكمنا نحن المبني، لا في حكمنا نحن المبني على الظواهر، إلا وهو عارف. يعني لا يوجد مؤمن في حكم الله هو مبني على التحقيق وما في نفس الأمر إلا وهو عارف، أي فمن ليس بعارف كالمقلد ونحوه فليس بمؤمن عند الله سبحانه وتعالى. فالقصر في لفظه قصر إفراد، ردا على من يتوهم اشتراك العارف والمقلد مثلا في صدق حقيقة الإيمان. فنبه بقصر المؤمن على العارف على خروج غير العارف من حقيقة الإيمان، هذا إذا نظر في اللفظ بطريق فن البلاغة، وإن نظر فيه، يعني حكاية قصر الإفراد هذا من إيه؟ القصر والاختصاص ده من مباحث إيه؟ علم الإيه؟ علم إيه؟ علم البلاغة. متكلموا ما لكم كده، ما لكم لا تنطقون. إبقى هذا إذا نظر في اللفظ بطريق فن ليه؟ البلاغة. وأما وإن نظر فيه بطريق فن المنطق فهو في قوة قضية كلية موجبة قائلة كل مؤمن فهو عارف، وهذه القضية يلزمها بعكس النقيض الموافق من ليس بعارف فليس بمؤمن، وبعكس النقيض المخالف لا شيء من غير العارف بمؤمن. فاجعله كبرى لقضية صادقة، وهي قولنا كل مقلد
فهو غير عارف، ينتج من الأول لا شيء من المقلد بمؤمن، وأحرى من كانت حالته دون درجة التقليد الصحيح، كما هو حال كثير ممن ينطق بكلمتي الشهادة. يلا من يا من سوف تقرأ أو يا من ستقرأ، ادخل على الايه على الحاشية، اقرأ قول يا من سوف تقرأ، جبت اسم الموصول. الحاشية على طول. لا ما كده مش هأصلح الأمر، لازم كتاب. هذه الأجهزة يعني مفتاح الظلمات، هذا مفتاح الأنوار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المحشي تعالى: قال بعلمي وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في القرنين الأمين. قوله على أصله أي قاعدته. أما قول القاضي، القاضي مين القاضي؟ الباقي اللام رضي الله تعالى، فهو على أصله أي على إيه؟ أي قاعدته. يلا عم نخلص. قوله تحقيق الإيمان الإضافة البيانية، والإيمان هو التصديق القلبي. يعني عند قوله من أن التقليد لا تحصل معه حقيقة الإيمان، يعني ما يحصل معه الإيمان إضافة بيانية. حقيقة الإيمان يعني الإيمان، والإيمان هو إيه؟ الإيمان هو التصديق القلبي التابع للمعرفة. يعني الإيمان مش هو المعرفة، هو التصديق القلبي التابع للمعرفة، يعني هو ناشئ عن المعرفة وليس هو نفس المعرفة، لأنه قد توجد المعرفة ولا يوجد الإيمان. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، عارفينه تماما، وإذا سئل أحدهم هل تعرف محمدا يقول إيه؟ أعرفه كما أعرف ابني، بل إن معرفتي لمحمد أشد. والله تعالى قال هذا في كتابه العزيز، قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إن فريقا منهم لا يكتمون الحق. وقال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا. وإذا ليس معنى أنه في معرفة يبقى في إيمان، قد توجد المعرفة ولا يوجد الإيمان، لكن الإيمان ينشأ عن الإيه؟ عن المعرفة. طبعا في مذهب الجمهور يوجد الإيمان ولا توجد المعرفة، مش كده؟ ولذلك قال التابع للإيه؟ للمعرفة. قوله وإنما تحصل أي تلك الحقيقة مع المعرفة، وإنما تحصل أي تلك الحقيقة اللي هي الإيمان، يعني تحصل مع المعرفة. إذا الإيمان شيء والمعرفة إيه؟ شيء. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني عندهم يقين إنه سيدنا محمد الصادق، إنه القرآن صدق، وإنه القيامة حق، وإنه رب العالمين حق، ومع ذلك جحدوا مع وجود الإيه؟ المعرفة. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. يعني في ناس يعرفون الحق ولكن لا يتبعونه عنادا. واحد من اليهود بعد ما عرف الحق وقال أعرف أنه رسول الله، قالوا ماذا تجد في نفسك؟ قال عداوته ما بقيت، مع أنه أقر. يبقى هنا بيقول لك إنما تحصل تلك الحقيقة مع المعرفة، وفيه أن تلك الحقيقة هي التصديق، التصديق التابع للمعرفة. وحينئذ فهذه المصاحبة معلومة من نفس الحقيقة، إلا أن يراد بالحقيقة هنا مجرد التصديق. يعني بيقول لك أبوي الداعي هنا تقول التابع للمعرفة، مع أنه تابع يعني مصاحب، والمصاحبة المصاحبة
مصاحبة ايه دي؟ فين المصاحب وفين المصاحب؟ ها؟ يعني التصديق، التصديق مصاحب والمعرفة مصاحبة. ما هو في مذهب الشيخ بيقول ايه؟ ماذا يقول الشيخ؟ انه اصلا لا يوجد الايمان من غير المعرفة، مش كده؟ ما هو عنده المقلد ده غير عارف، وإيمانه غير معتبر وغير معتد به شرعا. يبقى معنى كده الإيمان على حسب مذهب الشيخ مش مصاحب للمعرفة، هو نفس المعرفة، لأنه يعني المصاحبة عنده في تلازم، يعني إذا وجدت أن الإيمان عنده لا يكون إلا عن معرفة، خلاص كده. فيبقى هنا المصاحبة اللي بيقول عليها دي تحصل إيه؟ تحصل مع المعرفة، وفيه أن تلك الحقيقة هي التصديق التابع للمعرفة. يعني الإيمان لو التصديق تابع للمعرفة، وحينئذ فهذه المصاحبة معلومة من نفس الحقيقة، لأن الحقيقة هي إيه؟ أن الإيمان منبني أو أساسه هو المعرفة. لكن حل الإشكال بقوله إلا أن يراد بالحقيقة هنا مجرد التصديق، مجرد ايه؟ التصديق. يعني هل مراد القاضي ان المعرفة فعلا تحدث ولا يحدث التصديق، او انه يريد مجرد الفصل بينهما لكن مع كونهما متلازمين؟ يعني اذا حصل حدث كان محتاج، هو عاوز يقول لك المصاحبة دي، المصاحبة دي معلومة من الحقيقة نفسها، لأن الحقيقة عنده هي إيه؟ هي المعرفة. حقيقة الإيمان هو إيه؟ هو المعرفة، لأن الإيمان لا يكون إيه؟ من غير إيه؟ وعلى هذا خرج الشيخ السنوسي كلام القاضي، لأنه بيقول إيه؟ لا يوجد مؤمن، يعني كأنه تفهم من العبارة أنه كل المؤمنين عارفين، يعني مش مقلد. من هو المؤمن؟ راح قال لك لا، ده المؤمن هنا يعني مؤمن اللي هو المعتد بإيمانه شرعا، اللي هو عند الله، اللي هو مبني على ايه؟ على التحقيق وما في نفسه، لا في حكمنا المبني على الظاهر. يعني عاوز اقول لك وان حكمنا في الظاهر بانه مؤمن فليس كذلك عند الله، لان المؤمن عند الله هو العارف اللي هو ايمان مبني على الايه؟ على المعرفة. ده لا يفهم من ظاهر كلام الشيخ الباقلاني، وإنما من تأويل كلام السنوسي له. يعني في ملازمة، مصاحبة، خلاص كده، بين الـ بين الايه؟ بين الحقيقة، الحقيقة تمام اللي هي حقيقة الإيمان مع الايه؟ مع المعرفة. بس هو هنا عاوز يحل الإشكال في المحشي، يقول لك إلا أن يراد بالحقيقة مجرد التصديق، مش التصديق اللي هو مش بالمعنى الاصطلاحي اللي هو التصديق اللي هو التصديق في كل ما علم به من اللي يتحقق به الإيمان، مجرد التصديق، خلاص. إن أراد ذلك يبقى كده إيه؟ الكلام ماشي. قوله هو التصديق، يعني عاوز يقول ايه؟ ولهذا كانت حقيقة الإيمان عند القاضي هو التصديق التابع للمعرفة. قوله هو التصديق ظاهر على القول بعدم كفاية التقليد، يعني هذا التعريف ده التصديق التابع للمعرفة. إذا كان ده تعريف الإيمان عند القاضي الباقلاني، يبقى معنى كده أن التقليد غير إيه؟ غير كافٍ، لأنه هنا بيقول الظاهر على القول بعدم كفاية التقليد، يعني هذا ايه؟ هذا التعريف
ظاهر على هذا القول. أما إذا قلنا بكفاية التقليد يبقى هذا التعريف لا يظهر معنى غير ظاهر. يبقى التعريف متى يكون ظاهرا ومتى يكون ليس ظاهرا؟ ظاهر على القول بعدم كفاية التقليد، أما على مقابله فهو تعريف للإيمان الكامل. ولو قلنا التقليد يكفي هذا التعريف تعريف للإيمان الكامل وليس تعريف لأصل الإيمان. يبقى التعريف كده ينفع وكده ينفع، بس ينفع لو أخذناه على القول بعدم كفاية التقليد يبقى هذا تعريف أصل الإيمان. أما إذا قلنا بأن التقليد يكفي فهذا تعريف بكمال الإيمان، يعني معنى كده التصديق التابع للمعرفة هذا هو الإيمان الكامل. خلاص كده؟ الإيمان الكامل مش هو المعتاد به شرعا؟ لا، الإيمان المنجي مش الإيمان الكامل، الإيمان اللي هو ينجي من النار مش الكامل، وإنما حد له أصل الإيمان. أما الكامل ده يرفع درجات تنال به الفوز والنعيم الزيادة، إنما اللي ينجي من النار هو الأصل، وإلا في الحالة دي معناها أي واحد إيمانه غير كامل يبقى معناها حياتكم النار. وهو على تعريفين على قاعدتين، الأولى أنه التقليد غير كافي يبقى كده معناها بيعرف إيه أصل الإيمان، أما إذا كان التعريف التقليد كافيا يبقى هو يعرف الإيمان الكامل عشان يمشي كده ويمشي كده. وأصل الإيمان التصديق التابع للجزم. أصل الإيمان التصديق التابع للجزم ده الأصل. نعم، تصديق جازم مش تصديق على معرفة أو على دين، ده موضوع ثاني. يعني في تصديق جازم بس ما فيهوش معرفة، هو ده الأصل. أما المعرفة ده الكمال. شو بيقول لك هنا؟ ده للإيمان الكامل وجاي الأصل. يعني إذا كان التصديق التابع للمعرفة تعريف لكمال الإيمان، للإيمان الكامل التابع للمعرفة، إذن هي الأصل. التصديق الجازم فقط اللي هو مجرد الجازم، أما إذا كان في معرفة يبقى ده الكامل، ما فيش معرفة يبقى ده الأصل. التصديق الجازم في تصديق وفي جزم، أما الثاني الكامل فيه تصديق وجزم وفيه معرفة، هذا هو الكمال. وضحت؟ أول سؤال الإشكال هو التصديق التابع للجزم، ما قالش دك التابع للمعرفة، يعني عزيزي المشكلة قال تابع مش هو التصديق هو الجزم. نعم، التصديق هو الجزم. لا، التصديق تابع للجزم مش التصديق هو الجزم. ما هو يبقى هنا في تصديق قد يكون تابع للظن أو تابع لشك أو تابع وهم ويقال مصدق، بس إيه مش مصدق يعني، انما الجازم هو ده اللي منتفي الشك ومنتفي الوهم ومنتفي الايه. فواز يقول في جزم خلاص كده يبقى مؤمن، بس ده الاصل. انما في جزم عشان كده قال التابع للجزم، التابع للجزم يعني لا يكون مؤمنا الا اذا كان مصدقا جازما، انما اذا كان مصدقا على غلبة الظن يبقى ليس مؤمنا. وفي تصديق تابع للشك، في تصديق تابع لإيه؟ للظن، في تصديق للوهم، لأن صدقت أنه ده ثعبان وحبل ده وهم، في تصديق ولا لا، بس تابع ليه؟ تابع للوهم، بمعنى أنه يتبخر بسرعة. في تصديق تابع، وزي قالها شيخ محمد ده بيقول إيه، واحترز بقوله التابع للمعرفة من التصديق التابع للتقليد لاعتقادي أو التابع للظن أو الشك أو الوهم. فممكن التصديق يتبع واحد من الثلاثة، بس عاوز إيه نفيد دلوقتي؟ ما الإيمان الذي يعتد به؟ هو التصديق التابع للجزم وليس لأحد لغير الجزم، هو الشك والظن والوهم.
أما التابع للمعرفة هو ذا الإيمان الكامل اللي هو 100%. العلم يعني لا مش المعرفة، التصديق تابع لها. فأنا قلت لك قد توجد المعرفة ولا يوجد التصديق، يعرفونه مش مصدقين. التصديق المنطقي غير التصديق الشرعي، يعني هو لا يريد التصديق اللي هو اللي انت فاهمه، مش المنطق، التصديق اللي هو الإذعان القبول يعني. التصديق الشرعي وليس التصديق المنطقي، يعني هو مثلا مستيقن في نفسه انه ده حق وده صح، ولكن مش مدعن له، مش قابل له، مش مسلم له، ويسلمه مش موجود ده، لكن موجود المعرفة، المعرفة موجودة واليقين موجود، لكن مش موجود الإذعان القبول. فليس الإيمان هو المعرفة، وإلا حالا من هذا إيمان اليهود والنصارى أنهم كانوا يعرفونه، إنما الإيمان تابع لها وليس هو نفس المعرفة. وقد يكون تابعا للجزم من غير معرفة، قد يكون تابعا لوهم أو تقليد إلى آخره. قوله أو التابع للظن هي أن التصديق هو إدعاء، أيوه، أي قول الشخص لنفسه قبل. أو التابع للظن يعني، يعني لما يقول أو التابع للظن أو الشك أو الوهم، مش كده؟ إلى آخره. فيه يعني في هذا القول أن التصديق هو الإذعان، أي قول الشخص في نفسه قبلت، مش قوله، مش قول لساني، ده هو كأنه عندما يعلم أن الله واحد وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو مرسل إلينا وأن القيامة، المسائل الإيمان، فكأنه يحدث بها نفسه وكأنه يقول في نفسه قبلت، ليس فقط علمت إنما قبلت ورضيت وسلمت. ولهذا شرح الإيمان أيضا بأنه حديث النفس التابع للمعرفة، حديث النفس ليس حديث اللسان. فهذا بيقول إيه؟ ما هو بيقول فيه، فيه فيه أن التصديق هو الإذعان، أي قول الشخص في نفسه قبلت، ولا يعقل تبعية ذلك اللي هو إيه؟ قول الشخص في نفسه قبلت أو أذعن، تبعية ذلك للظن وما عطف عليه، يعني من باب أولى له الشك والوهم، فالأولى حذفه مع ما عطف عليه. يعني ما يقولش، يقول في التصديق التابع للمعرفة، وما يقولش أو التابع، يحذف الكلام ده كله ويكتفي بالإيه؟ بالتصديق التابع للمعرفة بس كده، ويشيل إيه؟ الاعتقاد التقليدي اللي هو التابع للظن أو الشك أو الوهم. يعني عاوز يقول لك التصديق ده لا يكون تابعا إلا للجزم، فكيف يقول تصديق تابع للمعرفة احترز بقوله من التابع للاعتقاد التقليدي أو التابع للظن أو الشك أو الوهم؟ يعني نريد أن يقول لك لا يوجد إذعان إلا إذا كان هناك جزم، فالإذعان يتبع الجزم ولا يتبع الأشياء اللي انت ذكرتها لي، فالأولى تحذفها، مش كده؟ ايه انت مالك؟ يحذفه وما عطف عليه، يعني هيحذف ايه؟ هيحذف التابع للظن والشك والوهم، الاولى ليه؟ لانه لا يحصل مع ذلك اذعان الا مع الجزم، فالنفس لا تذعن الا في ايه؟ في حالة الجزم. ما هو على حسب، شوف كده، التصديق ده اللي هو مجرد التصديق، تمام كده، يتبع كله ده، انما التصديق اللي هو اذعان ما يجيش الا مع الجزم، هو التصديق فيه تصديق لغة ها،
شوف فرقنا بين المنطق وبين الشرعي بس. قوله فمعنى قوله لا يوجد مؤمن الا وهو عازم لله اي قاضي لا يوجد لاخيه وليس معناه كما فهم البعض المعاصر يعني على ابن ذكري الله يرحمه يعني عاوز يقول لك معنى قول القاضي لا يوجد مؤمن إلا وهو عارف اللي هو إيه يعني معناه فمعنى قوله لا يوجد مؤمن إلا وهو عارف يعني لا يوجد مؤمن شرعا المؤمن اللي هو إيه إيمانه ينفع شرعا وليس المؤمن اللي احنا بنعتبره مؤمن كده بحسب الظاهر ده من الشأن به فكثير من الناس يؤمنون او يقولون نؤمن ويصلون وهم في اعتبار الشرع ليسوا كذلك وعوز الايمان الحقيقي وليس اللي هو مبني على ايه على التحقيق وما في نفس الامر اي اللي هو في حكم الله وليس الذي في حكمنا فنحكم بالظاهر ان هذا مؤمن وقد يكون غير ذلك قد يكون منافقا او مخادعا او زنديقا الى اخره وهو يريد الايمان المعتبر شرعا يا اخي ده بيقول لك في كلام القاضي يعني هو بيشرح قول القاضي القاضي بيقول ما فيش حد مؤمن الا هو عارف قال ما في ايمان يبقى في معرفه احنا شرحناها المره اللي فاتت اللي هي المعرفة الجملية اللي هي في الإجمال يعني ما فيش مؤمن زي الراجل اللي احنا حكينا عنه نسيتوه الراجل اسمه ضياء الدين مش عارف مين اسمه حاجة كده نسيتوني اسمه لو ذكر السوق في حسن المحاضرة ضياء عبد الله بن سعيد الشافعي توفي سنة 780 كان راجل قاضي وكانت له لحية طويلة جدا تصل إلى قدميه ومع ذلك بيقول لك كان لا ينام إلا وهي في كيس لفها إلى خايف على لازم حد لو حد قصها مش هيحس بها فهذا الرجل كان إذا رآه عوام من مصر يقول سبحان الله فكان أول ما يسمع منه الكل يقول لك أهل مصر دول مؤمنون عارفون لأنهم يستدلون بالصنعة على الصانع أو ده الكلام اللي أراد مين إمام الحرمين القاضي سنوسي يقول كده يا شيخ حرمان القاضي أراد إنه إيه المؤمن عنده إيه الصنعة تدل على الصانع والبعرة فحكم على كل المؤمنين بأنهم إيه بأنهم عارفون لأنه عنده الدليل الإيه الإجمالي أما جاء الشيخ السنوسي راح محول الكلام قال لك لا ده ياخذ المؤمن اللي أنا ده قال له عندنا ما هو عاوز كل الناس تأيد خلاص كده يبقى هو الشيخ السنوسي بيحب أول فتعالى يا مولانا هنا مواسع أهلك خلاص روح تعالى فضلك لما انت شفت ولازم اقول لك انت تعرف الشيخ لقيها فرصة هو القاضي بيقول ايه لا يوجد مؤمن الا هو عارف مش كده فقال لك هو ما يقصدش اللي انتوا فاهمينه ده يقصد المؤمن اللي هو الايمان الشرعي وليس الايمان بحسب الظاهر فهمت كده فعاوز يخلي كلام القاضي يوافق مذهبه أيوة إنما كلام القاضي واضح في إنه أي مؤمن عنده معرفة يعني ما فيش واحد كده مقلد صرف كده خام كده 100% لا ده لو جبت أجهل واحد في المؤمنين وسألته مثلا هل العالم وجد من غير إله يقول لك أنت مجنون هو في مركب من غير ولا في مثلا يعني سفينة من غير ربان ولا في هيقول لك لا 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 بد يكون في قال هي دي المعرفة عندنا أكثر من كده ولا يريد المعرفة التفصيلية إنما الثاني قال لا
ده هو يريد المؤمن اللي هو ايه يعني لا يوجد مؤمنا شرعا اللي هو مبني على حكم الله اللي هو مبني على التحقيق وما في نفس الأمر لا في حكمنا المبني على ايه الظاهر. يلا عشان ما نقول فيها ساعتين الحكاية دي المتخلص قوله أي في حكم الله تعالى إذا حسب إخبار الله تعالى عنه لأنه مؤمن وإخبار الله بذلك مطابق للواقع تفسير لقوله شرعا أشار إلى يعني عاوز أقول لك يعني إيه معنى شرعا يعني بحسب إخبار الله تعالى عنه بأنه مؤمن وإخبار الله بذلك مطابق للواقع تفسير لقوله شرعا يعني السطر ده يفسر كلمة شرعا أشار إلى أنه ليس المراد به الأحكام الشرعية من النسب المنظور فيها للظاهر وإنما عاوز أقول لك ده مؤمن بحسب إخبار الله والله تعالى لا يمكن يخبرنا عن واحد انه مؤمن الا اذا كان ايمانه محقق وما في نفس الامر فليس بحسب الاحتمالات واضح كده. طب من الذي اخبر الله تعالى عنه بانه مؤمن؟ طبعا ربنا ما جايش على واحد بعينه ده مؤمن وده كافر ده أبهمها كده هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر لكن ما قالش ده مؤمن وده كافر وقعد يسمينا ما حصلش. هل سمى أحدا بعينه مؤمنا وأحدا بعينه كافرا ولا بالصفة؟ قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. يعني عاوز أقول لك أتكلم عن المؤمن ده مش على المؤمن اللي احنا بنقوله عليه كده في كلامنا الظاهر لا. يعني أراد أن يحمل قول القاضي كلاما يوافق مذهبه وما في نفس الأمر يعني ما في نفس الأمر هو التحقيق. قوله لا في حكمنا نحن المبني على الضلال أي لا بحسب حكمنا أي إخبارنا عنه بأنه مؤمن المبني على الظاهر لا على ما في نفس الأمر. يعني احنا لما بنقول مؤمن حكمنا ده مبني على ايه؟ على الظاهر. أما حكم الله مبني على التحقيق وما في نفس الأمر فإنه لا يكون مطابقا للواقع. يبقى إنما هو حكمنا مطابق للظاهر وليس مطابقا للإيه؟ قد يكون مطابق للواقع وقد لا يكون. إنما حكم الله تعالى لا يكون إلا إيه؟ إلا مطابقا. قوله المبني على الظاهر وصف كاشف. قوله المبني على الظاهر ماشي المبني على الظاهر والظاهر هو جمع تحت أفرد. قوله عاد أي جزم بالعقائد جزما ناشئا عن الأدلة. قوله ونحن أي الظالم والشاك يعني بيقول إيه عاد بس الأول المت بيقول إيه أو التابع للظن والشك أو الشك مش كده؟ أيوة من ليس بعارف بالمقلم ونحن فليس فمن ليس بعارف كالمقلد ونحوه مش كده؟ وليس بمقلد عند الله سبحانه وتعالى. يلا فمن ليس قوله أي فمن ليس إلى آخره لازم يقولنا لا يوجد مؤمن عند الله إلا هو عالم.
ونحوه أي كالظن. كالظن والشك والوهم والأولى الإسقاط. إذا ونحوه يرجع إلى إيه؟ يعني فمن ليس بعارف كالمقلد ونحوه. نحوه من من هو الذي نحو المقلد؟ كل ده تمام فسره خلاص. كالظن والشاك والواهم والأولى إسقاط، يعني إسقاط الصدر ده، لأنه لا كلام لنا فيه، والنداع إنما هو في المقلد، وكل ممن إيه ذكر كافر اللي هو الظان الشاك والواد، يعني لم يقل أحد بإيمان الشاك أو الظان أو الواد، إنما اللي اختلفوا فيه اللي هو في محل النداع اللي هو مين؟ المقلد. يعني الظان والشاك والواد دول كفار، انما مين اللي اختلف في المقلد؟ هو اللي في النداء. وكل ممن ذكر ايه او ممن ذكر كافر اتفاقا. يلا. فالقصر في لفظه قصر افراد ردا على من يتوهم اشتراك العارف والمقلد مثلا في حقيقة الإيمان. قوله على من يتوهم، قوله على من يتوهم أن يقع في ذهنه ذلك ولو على سبيل الجسد. لا مش الوهم اللي هو مقابل. على من يتوهم اشتراك العارف والمقلد مثلا في حقيقة الإيمان، يعني يعتقد انه ايه المقلد مثل الايه العارف في انه يصدق على هذا انه مؤمن وعلى هذا انه مؤمن ولو على سبيل الجزم. قوله مثلا، قوله مثلا اشتراك العارف والمقلد مثلا اراد به الظان والشاك والواهم والاولى اسقاطه لما علمت. نعم، لانه ما فيش النزاع في ده، النزاع في مين؟ في المقلد. قوله في صدق حقيقة الإيمان أراد بالصدق الاتصاف تسمحه، وإلا فالصدق هو الحمل والحقيقة لا تحمل. إنما الذي يحمل هو مشتق من الإيمان وهو مؤمن. يعني كلمة إيه على خروج غير بيقول إيه على من يتوهم اشتراك العارف والمقلد مثلا في حقيقة الإيمان، هو بيقول لك هنا ايه كلمة في صدق حقيقة الإيمان أراد بصدق الاتصال، يعني في أن كلا من العارف والمقلد متصل بالإيه بالإيمان. بيقول أراد بالصدق الاتصال تسمحا، وإلا فالصدق هو الحمل والحمل لا والحقيقة إيه لا تحمل، إنما الذي يحمل هو المشتق من الإيمان وهو مؤمن، إلا أن يقدر مضاف أي في صدق ذي الإيمان. يعني برضو هنرجع لكلمة المتصف الوصف يعني. فنبه القول بقصر المؤمن على العارف، فنبه القصر المؤمن على العارف على خروجه من العارف، يعني قصر المؤمن على العارف، يعني معناها غير العارف خرج من الإيمان. أي قصر إفراد من قصر، يعني إيه معنى قصر إفراد؟ يعني إحنا دلوقتي عاوزين من الذي يصدق عليه أنه مؤمن؟ هل يشترك العارف مع المقلد في حقيقة الإيمان؟ فعمل إيه أفرد قصره على واحد فقط اللي هو العارف وأخرج إيه المقلد، يبقى هذا يسمى قصر إفراد، لأن القصر على نوعين، قصر إفراد وقصر قلب. الإفراد زي إيه؟ قصر إفراد وقصر قلب. طبعا عشان انك انت بعيد عن العلم مش إيه سمع زي كأنه سمع مثلا، يعني ما هي قصر إفراد وقصر قلب؟ إيه معنى قصر القلب؟ يعني مثلا في ناس بيعتقدوا في المسيح انه اله، فربنا يقول لهم لا بل او انما هو بشر، يبقى معناها يعني بشر وليس بإله، يعني قلب عليهم
يعني بدل من أنه إله قلبت بجيه بشر. إنما في ناس بيعتقدوا في أنه بشر وإله فيقول لهم لا ده بشر فقط وليس إله إلا هذا الإفراد. فلو كنت أنت بتعتقد فيه بتعتقد اشتراك اثنين زي هو بيعتقد أن العارف والمقلد كلاهما مشترك في وصف الإيمان فقال لك لا العارف فقط يبقى ده إيه إفراد مش كده. أفرض واحد بيعتقد أنه المقلد كافر راح يقلبها يقول له لا ده مؤمن يبقى ده اسمه قلب. وهو المثال عندك في الآية قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ده بيخاطب مين؟ بيخاطب من يعتقدون بشريته وألوهيته. بل إنما أنا بشر هنا إيه إفراد. إذا كانوا بيعتقدوا الاثنين أفرض بيعتقدوا الألوهية فقط فيقلبها يبقى قصر إيه قلب. فالقلب معناه عكس الايه تحويل الحقيقة. اما الافراد معناه ايه افراد واحد بدل اثنين فهنا قصره على العارف واخرج المقلد يبقى هذا قصر ايه افراد وليس قصر قلب. يلا من قصر الصفة أي مؤمن عن الموصوف أي العارف لأن يعني قصر صفة الإيمان الصفة اللي المؤمن على الموصوف اللي هو العارف لأن ما بعد إلا هو المقصور عليه. يعني عندك إيه المقصور والمقصور عليه مش كده زي لا إله إلا الله. وما هو المقصور اللي هو الإله الإله والمقصور عليه الألوهية الإله والألوهية مقصور على مين على الله. بل بعد إلا هو المقصور عليه واللي قبل إلا هو المقصور. بس القصر في الحالة دي بينقسم إلى اثنين برضو مش إلى إفراد وإلى قلب إلى قصر حقيقي وإلى قصر إضافي. القصر الحقيقي زي لا إله إلا الله ده حقيقي إنما الإضافي لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا إيه علي هذا ليس حقيقي إنما هو إيه إضافي. بالقصر الحقيقي زي الإله زي لا إله إلا الله ما هو ذا إفراد صفة على موصوف ذا إفراد ذا الإفراد. يلا قوله وللعارف أي للمقلد والضال والشاك والواهم. قوله هذا أي التقرير السابق. قوله فهو وهو في قوة القضية الكلية أي يعني الكلام اللي احنا مشينا فيه ده على مصطلح او على ايه طريق اهل البلاغة. يعني اذا نظرنا باصطلاح او طريقة البلاغيين نقول ايه في افراد وفي قلب وفي الحاجات المباحث دي خلاص هننظر من زاوية مين اهل المنطق خلاص هنسيب البلاغة وهنسيب الكلام ده عند بتوع المنطق ده كلام ثالث خلينا احنا في المعاني من هم اللي فيقول لك لا ده في ايه قوة قضية كلية موجبة. يلا قوله فهو اي قول الطيب لا يوجد مؤمن الا هو فهو يعني الكلام ده لو خرجناه على كلام مين على اصطلاح المناطق فهو اي قول ابي الطيب الباقلاني. ما ابو الطيب هو ابو بكر الباقلاني مش واحد ثاني هو نفسه أبو بكر الباقلاني اسمه أبو الطيب لا يوجد مؤمن إلا وهو إيه وهو عارف. قوله بعكس النقيض الموافق العكس إيه معنى العكس العكس قلب جزء القضية مع بقاء الصدق والكيسير والكم إلا الموجب الكلية وهو إيه وهو المعكوس العكس قلب جزء أي القضية مع بقاء الصدق مع بقاء الكيف والصدق والموافق بيعرف لك إيه العكس عموما والعكس طبعا في إيه عكس نقيض موافق وفي عكس نقيض مخالف. إيه الموافق الموافق ده صفة لعكس أي الموافق للأصل وهو المعكوس في الكيف
يعني يكون في الأصل ها موجبة وفي العكس إيه موجبة موافق للأصل الموافق للأصل اللي هو المعكوس في الكيف يبقى حيوافق في الأصل حيوافق يبقى حيوافق في إيه في الإيجاب وفين وفي السلب أما ال وعكس النقيض الموافق هو تبديل شوف كده تبديل نقيضي الطرفين بأن يجعل نقيض الأول الجزء الأول ثانيا ونقيض الجزء الثاني أولا هو ده العكس يخلي الثاني أول والأول ثاني مع بقاء إيه الصدق والكيف والكم إلا إيه الموجب الكلي قوله صادقة يلا قوله بعكس النقيض المخالف أي لأصله في الكيف وأن يجعل نقيض الجزء الثاني أولا وعين الأول ثانيا يبقى يجعل نقيض الجزء الثاني أولا وعين الأول ثانيا أو ده اسمه عكس النقيض إذا ده المخالف قوله صادقة قوله صادقة أي مسلم صدقها لأنها لا تحتاج للدليل وبيقول لك إيه هنا فهو في قوة قضية كلية موجبة قائلة وهذه القضية يلزمها بعكس النقيض الموافق كل وبعكس النقيض المخالف لا شيء من غير العارف بمؤمن تجعله كبرى لقضية صادقة طبعا عندك الكبرى وعندك ليه الصغرى فين القضية اللي هنعملها كل شوف كده كبرى كل مقلد فهو غير عارف شوف دي ايه قضية كبرى كل مقلد فهو غير عارف ينتج من الأول لا شيء من المقلد بمؤمن وأحرى يعني أحرى بهذا الوصف اللي هو ايه ليس بمؤمن المقلد من كانت حالته دون درجة التقليد يعني إذا كان المقلد لا يكون مؤمنا فما بالكم بمن هو في درجة أقل يعني لم يصل إلى رتبة التقليد قوله ينتج من الأول أي من الشكل الأول وهو أن يكون المحمول في الصغرى موضوعا في الكبرى ثم إن هذه النتيجة الحاصلة إنما هي تضم المقدمة المسلمة الصدق إلى القضية الحاصلة من عكس النقيض المخالف ثم إن هذه النتيجة الحاصلة إنما هي من ضم المقدمة المسلمة الصدق إلى القضية الحاصلة من عكس النقيض المخالف يعني ضم الاثنين مع بعض ايه اللي جبناها من عكس النقيض المخالف اللي لا شيء من المقلد بايه بمؤمن نضم دي اللي هي كل مقلد فهو غير عارف ولا شيء من غير العارف بايه لا شيء من المقلد بمؤمن تضم الاثنين مع بعض وترك الشاعر ذكر النتيجة الحاصلة من ضم تلك المقدمة المسلمة الصدق للقويات الحاصلة من عكس النقيض الموافق لأن معنى النتيجة هي واحد لأن النتيجة حينئذ كل مقلد ليس بمؤمن يعني ليه ما جابش النتيجة؟ ما هي موجودة موجودة بمعناها يعني لما هي النتيجة هتبقى كل مقلد ليس بمؤمن لما هي عين قولنا لا شيء من المقلد بمؤمن فلأجل هذا ترك النتيجة لأنه لو جابها هيبقى تحصيل حاصل يعني موجودة بمعناها لا بصورتها أحرى يعني أحرى يعني أولى يعني من باب أولى من باب أولى أي أولى في كونه ليس مؤمنا ما كانت حالته إلى آخره الشاعر
الشاك والظن والمتوهم. يعني إذا كان هذا في شأن المقلد اللي هو الجازم بس ما عندوش معرفة، فما بالك بمن هو دون المقلد اللي هو الشاك والظن والواهم. يعني هذا أولى بوصف الكفر منه أو أولى بوصف عدم الإيمان منه. والأولى يسقط ذلك لأنه لا نزاع فيه. يعني لا نزاع في أن الشاك والواهم وال كل ده غير إيه مؤمن كافر، ما فيش نزاع فيه، فالأولى يسقط. قوله أما قول القاضي وأما قول القاضي فمنهم قوي القريحة إلى آخره فبين، لأن المعرفة محلها القلب وسببها العادي وهو النظر عقلي أيضا، والنطق باللسان لا أثر له فيهما، فلهذا لم يكن شرطا فيها، بل المقصود حصول العقائد في القلب بأدلتها المنتجة لها عقلا قدر أن يعبر عن ذلك من حصلت له أم لا. يلا قوله أما قول القاضي إلى آخره شروط في توجيه قول القاضي إلى أن أحواله مختلفة فمنهم إلى آخره. قوله مبين أي واضح. قوله محلها القلب لأنها عقلية والعقل قائم بالقلب. قوله أيضا أي كما أنها عقلية كما علم ذلك. لأن المعرفة محلها القلب، كيف يكون المعرفة محلها القلب والمعرفة لا تتم إلا بالعقل؟ قال لك أمه العقل فين العقل؟ قائم بالقلب، أن الله تعالى وصف في كتابه وقال ألهم إيه؟ ألهم قلوب؟ لا في آية ثانية فيها لا يعقلون مش لا يعقلون. ولقد جرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. في الحج في الحج أفلم يسيروا في الأرض فتكون يعقلون يعني معنى كده العقل قائم بالقلب. يلا قوله أيضا أي كما أنها عقلية كما علم ذلك من قوله محلها القلب، وإذا نصرح أولا بأن المعرفة عقلية. قوله ونطق باللسان لا أثر له فيهما أي في المعرفة والنظر، وحينئذ فلا يتوقف كل منهما عليه. قوله فلهذا أي لأجل كونه لا لك والنطق باللسان لا أثر له فيهما مش كده؟ أي في المعرفة والنظر، وحينئذ فلا يتوقف كل منهما يعني من المعرفة والنظر على إيه؟ على النطق. يعني لا يتوقف كل منهما عليه يعني على إيه؟ على النطق. يعني النطق باللسان لا أثر له، يعني لا تتوقف عليه المعرفة ولا يتوقف عليه الإيه؟ النظر. فلهذا لم يكن شرطا فيها. ليه؟ لأنها لا تتوقف عليه، فلو كانت متوقفة عليه ولا تصح إلا به لكان إيه؟ شرطا. قوله فلهذا أي أجل كونهما لا يتوقفان عليه لم يكن شرطا فيهما. وقول الشارك فيها الأولى فيهما. يبقى الأحسن تقول فيهما عشان يشمل إيه؟ يشمل النظر ويشمل المعرفة. قول المنتجة لها عقلا بل المقصود حصول العقائد في القلب بأدلتها المنتجة لها عقلا. قدر اللي هو الناظر أو العارف، قدر أن يعبر عن ذلك من حصلت له أم لا.
يعني كيف قدر أن يعبر؟ يعني قدر أن يعبر عن ذلك بالنطق، وكيف يعبر عن حصول المعرفة في قلبه؟ هيعبر عن ذلك بالنطق. في إنسان لا يقدر، يعني عنده آفة أو عنده فرس أو علة أو اخترمته المنية، يعني بعد أن عرف نظر ووصل إلى المعرفة جاي يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ما لحقش، وقع في بؤرة أو ما لم ينطق أو أطلق عليه الرصاص إلى آخره. قدر إيه؟ أولم يقدر، يعني أصبح ليس النطق شرطا، خلاص لا هو شرط صحة ولا هو شطر، مش كده، وإنما هو شرط لإجراء الأحكام في الدنيا فقط. يعني لا هو شرط ولا هو شرط، وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف، فقيل شرط وقيل بل شطر وقيل إيه وقيل لا وقيل لا خلف كذا قد نقل. يلا قوله بأدلتها المنتجة لها عقلا مبني على أن وجوه النتيجة للدليل عقلي. قوله لما قال لك إيه المنتجة لها عقلا، يعني ده بنى كلام الشيخ السنوسي على أنه النتيجة لزوم النتيجة للدليل عقلي. وإحنا طبعا قلنا إيه في المنطق زمان، فاكرين أنه توجد النتيجة عقب المقدمتين، وهذا لزوم عادي يعني يجوز تخلفه. هذا مذهب الأشعري أن اللزوم عادي. من اللي قال اللزوم عقلي؟ إمام الحرمين والرازي إمام قال عقلي، وفي اللي قال واجب، والمعتزلة قالوا بالتولد. وهو قال مبني على أن لزوم النتيجة للدليل عقلي، مش كده؟ يعني هو لعل، لكن هو الشيخ فيه ما كده قال لك ده مبني على كده. وأنا متهيألي يعني زي ما أنت بتقول، يعني هو بيقول لك إيه عقلا لأنه دليل عقلي، ما يقصدش عقلا عشان الموضوع ده يمكن جايز يكون مش في باله اصلا حتى، بس المشايخ يصدقوا ما يلقوا كلمه يروحوا ماسكين فيها. يلا قوله عن ذلك قدر العقل عن ذلك اي العطاء اي العقائد في ادلته. قوله من حصلت له ان لا اي معرفه، والاولى حصلتها اي المعرفه بالنظر. ما ليه الأولى حصلت ليه؟ ما هو المعرفة عن النظر، إذا حصلت المعرفة حصل فيه تلازم، فالأحسن يفرق مش يقول حصلت. وين بيحصل؟ المعرفة ولا النظر؟ النظر ده أيه. يلا وعارف لو قال حصلت بالتثنية كان قال لك الأولى الإفراد. كان قال كده زمان، كنا حضرنا رسالة مناقشة فالواد كاتب ايه تحقيق ودراسة، قال لا يا ابني المفروض تكتب دراسة الأول وبعد كده تحقيق، قال له والله لو كتبت كده كان قلت لك كان قلت لي العكس يا أخي، تحقيق ودراسة والواو لا يقتضي ايه ده مطلق الجمع، اعتبر ده عاوز المفروض في المناقشات تبقى علميه مش فيها التهريج ده. ايه اللي قلت ده؟ وما حكات كلها لفظيه، ليه كسرت دي؟ ليه فتحت دي؟ خليك في جوهر لب القضيه، التقليد يكفي ولا ما يكفيش؟ احنا بنتكلم دلوقتي في موضوع التقليد ده، ده ينفع 90 صفحه او 5 ينفع رسالتين دكتوراه ده في تحقيق الاراضي جايه منين وكذا وكذا، ومع ذلك ها نيجي في الاخر نناقش في الهمزه وفي الفهرس وفي التراجم وما نتكلمش في الايه؟ في لب القضيه. فيخرج الناس مقلدون لا عارفون. يلا يا بابا. قوله بمثل هذا ولا ريب في حصول حقيقه الايمان بمثل هذا، اي هذا الذي
قوله لمثل هذا ولا ريب في حصول حقيقة الإيمان لمثل هذا، أي لهذا الذي حصلت له معرفة العقائد بأدلتها ومن ماثله، لكن إيمان هذا وأمثاله شرطه الإذعان، يعني حتى اللي حصلت له المعرفة كفنه برضو مشروطة بالإذعان. أنا قلت لك قد توجد المعرفة ولا يوجد الإذعان، الإذعان والقبول يعني يدعن يرضى، ما يبقاش إيه يعني. شوف شرط الإيمان مش المعرفة، هو تصديق ناشئ عن المعرفة، لكن يدعن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا ده الإذعان والرضا والتسليم وده الإيمان. فعشان كده بيقول لك إيه ولكن إيمان هذا وأمثاله شرطه الإذعان والقبول، وإن فقد ذلك فهو كافر، فما حصلت المعرفة ولم يحصل الإيمان. هذا خد بالك الشيخ هنا هدم كلام السنوسي كله. بيقول لك إيه وإن فقد ذلك اللي هو الإذعان والقبول فهو كافر، ولا تنفعه المعرفة بدون إذعان. ألم يقل تعالى يعرفونه كما يعرفون نفعتهم المعرفة؟ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا، فرتب الكفر على المعرفة مش رتب الإيمان. عرفوا كفروا مش عاجبك الكلام؟ يقول امال ايه رايك يا جماعه لا ما ينفعش الايمان هو المعرفه، هو حديث النفس التابع يعني هو ناشئ وتابع وفي تلازم زي ما الشيخ قال حصل هذا حصل، لكن عند مين؟ بشرط الاذعان والقبول، لانه قد تحصل المعرفه ولا يحصل الاذعان. فلا تنفعه المعرفة، ما نفعت اليهود معرفتهم وما ضر العرب جهلهم. لا اليهود نفعتهم المعرفة ولا العرب يعني الجهل، ده بالعكس الجهل هو اللي نفعهم. الإيمان هو تصديق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما لم يأتني بالضرورة. هو الشيخ قال لك لا ما ينفعش كده، الوهابيه العالم كله ضد الوهابيه وانتم لا تشعرون. ضيعتوا الدنيا يلا يا بني ادم من حياتنا. طب يلا اذن وخلص الشيخ علي صلاه هنا الميكروفون هنا، ادي يا ابني الميكروفون للشيخ ياذن. اذن مؤذن الله يلا مش خلاص صلي الله. الله أكبر بني آدم انت تعالى هنا شغال في الذكر وسيبنا فين؟ ما بديش من زمان ليه؟ أول مرة أشوف. فين الشيخ محمد؟ امتحانات اللي مش هيحضر معانا مش عارف يجاوب في الامتحان. فين الشيخ محمد؟ وليس نزاؤنا فيه صفحة كام؟ 92 92 صفحة 92 صفحة 92 صحيح. طيب نجيبها من الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. بل المقصود مش يا عم لا مش 94 مش 92 دخلنا في 92 بل المقصود حصول العقائد في القلب بأدلتها المنتجة لها عقلا، قدر أن يعبر عن ذلك من حصلت له أي المعرفة أم لا، يعني سواء كان عنده القدرة على التعبير والإفصاح وعلى ذكر الأدلة والبراهين أو لم يكن قادرا، ولا ريب في حصول حقيقة الإيمان لمثل هذا.
اللي هو حصلت له المعرفة بأدلتها أو حصلت له العقائد بأدلتها، فلا ريب في حصول حقيقة الإيمان له، وليس نزاعنا فيه، وإنما نزاعنا في أن المعرفة هل يقول القاضي من القاضي بلغتنا باب الله رضي الله تعالى، هل يقول القاضي إنها حاصلة لكل من نطق نطلق لكل من نطلق عليه نحن اسم الإيمان بناء على الظاهر أم لا؟ وعلى القطع أن هذا مما لا يقوله القاضي ولا غيره، بل كل عاقل يجوز في من يظهر الإيمان أن يكون فيه مقلدا أو ظانا أو شاكا أو متوهما إلى آخره. يلا الله قوله وليس نزاعنا فيه أي في من حصلت له معرفة بالأدلة لأن إيمانه متفق عليه، يعني من كانت عقائده مبنية على دليل ليس فيه نزاع، بل هذا مؤمن بإيه؟ ها؟ باتفاق. خلاص كده؟ هذا مؤمن بإيه؟ باتفاق. يعني ليس نزاعنا في من حصلت له المعرفة بالأدلة لأن إيمانه متفق عليه، إنما النزاع في إيه؟ ما هو محل النزاع؟ تحرير محل النزاع في ايه؟ وانما نزاعنا في ان المعرفه الى اخره الاولى، وانما نزاعنا هذا هو تحرير محل النزاع. هل شوف كده في من حصلت له، وانما نزاعنا في ان المعرفه هل يقول القاضي إنها حاصلة لكل من نطلق عليه اسم الإيمان زي ما قال قبل كده لا يوجد مؤمن إلا وهو إيه؟ وهو عارف. إنما نزاعنا في أن قول القاضي لا يوجد مؤمن إلا وهو عارف، هل يدل يعني هذا القول على أن كل من يطلق عليه اسم الإيمان عارف أو لا؟ فهمتم تحرير المسألة أو النزاع أين يكمن؟ أين محل النزاع؟ في إيش؟ في من يطلق عليه اسم الإيمان، كل من يطلق عليه اسم الإيمان يكون عارف؟ لا مش في من نطلق، يعني في من إيه؟ هو مؤمن، هل كل مؤمن يعني يطلق عليه مؤمن يكون عارفا، ولا في مؤمن عارف وفي مؤمن غير عارف؟ هذا هو تحرير محل النزاع. وليس النزاع في أن من حصلت له المعرفة أو حصل العقائد بأدلتها هو مؤمن، هذا لا نزاع فيه لأنه مؤمن إيه؟ اتفاقا. يلا قوله إنما نزاعنا فيه أي أن المعرفة الأولى، وإنما لا يوجد مؤمن إلا وهو عارف، هل يدل على أن كل من يطلق عليه اسم الإيمان عارف أو لا؟ يعني هل كل من يسمى مؤمن يكون عارفا أو لا؟ يعني هل هناك مؤمن غير عارف؟ هذا هو إيه؟ محل النزاع. وأنا قد قلت لكم إنه لا يلزم من المعرفة الإيه؟ الإيمان، لكن عنده هو يلزم من الإيمان المعرفة، لأن الإيمان هو التصديق التابع للمعرفة وليس هو نفس المعرفة، لأن المعرفة قد توجد ولا يوجد الإيمان،
وذكرت لكم الأدلة على ذلك الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني أثبت لهم المعرفة ولم يثبت لهم الإيمان، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، أثبت لهم المعرفة ولم يثبت لهم الإيمان. ولو كانت المعرفة هي الإيمان للازم من ذلك أن نحكم بإيمان اليهود والنصارى، فاليهود كانوا على معرفة عالية أضلهم الله على علم، مش كده؟ ألم يقل سبحانه وتعالى وآتيناهم بينات من الأمر، ومع ذلك هم أعلى الناس معرفة، ومع ذلك هم أبعد الناس عن الإيمان. فاليهود لم تنفعهم معرفتهم، والعرب لم يضرهم جهلهم. مين؟ إبليس، مش كده؟ أضله الله على علم، مش كده؟ ومع ذلك إبليس ده سيد العارفين بناء على يبقى إذن المعرفة اللي هي إيه؟ اللي هو حديث النفس التابع للمعرفة، حديث النفس. يعني إذن الإيمان حقيقته أن ينشأ عن هذه المعرفة إذعان وقبول ورضا وتسليم، وهو المعبر عنه في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأصل ترتيب الآية كيف يا مولانا؟ يعني شوف في اللي هي السالبة دي حقها التأخير، عندنا موجبتين وسالبة توسطت، ولذلك جاء العطف فيها بثم. ليه؟ يعني لم يقل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم، فجاء العطف بثم إشارة إلى أن مرتبة هذه هي التأخير بعد التسليم. يعني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ويسلموا بهذا التحكيم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا منه، هذا هو الأصل. ولذلك العطف بثم يفيد ليه؟ أنه حق الرتبة دي حقها ليه؟ التأخير. وهذه طبعا يعني من فيوضات أو من الإلهامات التي فتح الله بها على شيخنا المحدث الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث الكتاني رضي الله تعالى عنه. ربنا أحفظه إن شاء الله لهذه الأمة من أهل التفسير اللي هو التفسير الذوقي العالي، من أهل العلم اللي هو يفتح به على أهل المعرفة. يعني سيدنا القاضي بيقول لك والله العظيم الرجل ده تعب نفسه، الشيخ السنوسي شغال، ومع ذلك المعرفة دي حصلت لكل المؤمنين. قال ما فيش واحد مؤمن إلا وهو إيه؟ عارف. ويقصد إيه؟ المعرفة الجملية اللي هي في الإجمال، يعني ما فيش واحد مؤمن ما عندوش معرفة، ما فيش واحد مؤمن كده من غير معرفة أصلا، عنده معرفة، إلا أن الناس يتفاوتون في التعبير. يعني في إنسان عنده الملكة وعنده القدرة يعرف يعبر ويعرف يجيب أدلة وبراهين، وفي إنسان على كده عارف والإيمان مستقر لكن يعجز عن إيه؟ عن العبارة. في إنسان على باطل يعبر تعبير سليم كده أمام المحاكم والقضاة فينخدع القاضي بكلامه فيحكم ببراءته، وفي إنسان على حق وجيب محامي خايب فيضيع له الحق. لعل أحدكم في الحديث ألحم به بحجته فأقضي له، ولكن مع هذا القضاء ولو كان من سيدنا صلى الله عليه وسلم لا يغير الحقيقة، لا يحل حراما ولا إيه،
فلا تفرح. قال إنما أقطع له إيه؟ قطعة من النار، فإن شاء فليأخذ وإن شاء فليه فليترك. هيبدأ الناس يتفاوتون في المقدرة على التعبير، لكن كل واحد عنده إيه؟ معرفة. وهذا ما قاله أبو منصور الماتريدي، قال أجمع أصحابنا على أن العوام عارفون لا مقلدون، وأنهم حشو الجنة عندهم معرفة. ولذلك قلت لكم أنا عجباني جدا القصة بتاعت ريلة. كان إذا رآه أهل مصر اسمه أبونا اسمه ضياء الدين المقدسي ولا الشافعي؟ آه ابن سعيد الشافعي. بس موضوع اللحية دعونا نبحث عنه. كانت لحياته طويلة تصل إلى قدمه. هو اللي قال أنا جبت حاجة من عندي الترجمة هنا. وكان لا ينام إلا إذا وضعها في كيس يلفها فيه في الكيس. فكان إذا رآه أهل مصر، وكم من مصر، يقول العوام سبحان الله، يعني يسبحون الله لعظم اللحية، لحية كبيرة لم يروا مثلها. فهو المشكوك له سبحان الله، فيقول إيه؟ هؤلاء مؤمنون عارفون يستدلون بالصنعة على الصانع. هذا الذي أراد مين؟ القاضي. لكن جاء سيدنا الشيخ السنوسي حول الكلام وقال لك لا، ده لا يوجد مؤمن إلا وهو عارف. أراد الإيمان الشرعي الذي على التحقيق، وليس الإيمان اللي هو مبني على أحكام الظاهر. فقلب الإيه؟ الطاولة مرة إيه؟ أخرى، وأصبحت قضية اللحية لا تسمن ولا تغني من إيه؟ من جوع. يبقى الآن نستدل بالإيه؟ بلاش اللحية، نستدل مثلا يعني بالرأس وبالعينين والأنف بهذه الصنعة، لأن الإنسان هو صنعة الله سبحانه وتعالى. فإذا رأينا إنسانا، ما أي إنسان كده، نقول سبحان الله، لأن الله تعالى علمنا أن نقول سبحان الله في الأمور العجيبة. حتى في حزب الستار سيدي يحيى الباكوجي أو الباكوبي كان يقول إيه؟ أعددت لكل أعجوبة سبحان الله، أي حاجة، ولكل هول لا إله إلا الله. فأي شيء عجيب غريب تشوفه بتقول إيه؟ ولذلك جاءت في القرآن الكريم فسبحان الله حين تمسون وحين، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فعند الآيات العجيبة نسبح الله تعالى كما ذكر التسبيح في الآية العجيبة وهي الإسراء. يعني لم يقل سبحانه وتعالى كما قال في أول سورة الكهف، كان ممكن يقول الحمد لله الذي أسرى بعبده كده، إنما قال سبحان الله، لأن الإسراء إيه؟ آية إيه؟ عجيبة غريبة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حزب الستار سيدي يحيى حافظ على قراءة هذا الحزب في كتاب مطبوع جامع الأحزاب دي كلها، اسمه ايه؟ دروع الوقاية بأحزاب الحماية. هذا جمعه شيخنا الجليل الشيخ محمد ابن علوي المالكي المكي الحسني، جمع الأحزاب في ايه؟ في هذا الكتاب، ومطبوع في مكتبة سيدي صالح الجعفري، اسمه ايه؟ دروع الوقاية بأحزاب الايه؟ الحماية. يلا ما تنزلش الميكروفون، خليك ماسك على روحك، نزل برك مع خليك مع. قوم حاصلة إلى آخره كما يقول البعض المعاصر. هو بيقول إيه؟ فين؟ في الحاشية ولا في الشرح؟ يقول وإنما يسألون في أن المعرفة
إنما نزاعنا في أن المعرفة. هل يقول القاضي؟ القاضي من هو القاضي؟ نه؟ وما تسمع كلمة القاضي هنا مش القاضي عياض، القاضي أبو بكر الباقلاني. أول ما تسمع الإمام يبقى مين؟ ها؟ الشافعي. مين ها؟ الإمام الرازي، تمام. وأول ما تسمع الأستاذ يبقى إيه؟ أبو إسحاق الإسفرين. هنا في المصطلح ده في العقائد، إنما ممكن في التفسير والفقه يراد إيه؟ في الفقه عند الشافعي الإمام هو الإمام الجويني، إنما هنا الإمام مين؟ طب إذا قال الشيخ، الشيخ أنا بقول الشيخ، إذا قال الشيخ وأطلق يبقى الشيخ الأشعري، يقول لك كما قال الشيخ وسيبها كده، يبقى مين؟ الأشعري. الإمام مين؟ الرازي. الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني. إيه ثاني؟ القاضي اللي هو مين؟ الباقي الله. ما هو إمام الحرمين محمد إمام، حيقول إيه ثاني عليه؟ ما قال إمام الحرمين حيقول إيه؟ تعرف مين هو إمام الحرمين؟ أنا مرة بسأله أحد راح قال الحذيفي ترى إمام الحرمين هنا قبل أن يخلق إمام الحرمين اللي هو مين؟ ها؟ أبو المعالي الجويني اللي هو شيخ الإمام الغزالي. اسمه ايه؟ اسمه عبد الملك، وهو عراقي مش من ها، ولكنه سمي امام الحرمين لمجاورته للحرمين. والامام الزمخشري مع انه كان معتزلي لكن لقب بجار الله، كان مجاورا للكعبة المشرفة. يلا. ها آه. يلا هات الحش. حاصلة قوله حاصلة بما يقول الله معاصر. هو طبعا قلنا المشكلة بين الشيخ السنوسي وبين ابن ذكري لأنه كان معاصرا له، وكان ابن ذكري، وهو ابن ذكري رجل عالم كبير مش رجل صغير، لكن كان الإمام السنوسي ما يعترفش به، دائما كان إيه يهاجم، لكنه كان إيه كان إماما. اسمه أبو العباس أحمد بن محمد بن ذكري بالزاي ذكري، خلاص مالكي، سنة 899 توفي، يعني معاصر للإمام السنوسي، وهو متقن متفنن أصولي شاعر، له منازعات مع السنوسي خلاص. والمنازعات طبعا لما قلنا المشايخ يتكلموا بعض ما تقبلش انت كلام، احترم الكل، يعني ده يقول لك يمين وده يقول لك شمال، قول ده حاضر وقول ده حاضر، وانت وزن بعد كده خلاص. انا كنت اقعد مع واحد من كبار المشايخ وكان يقول انت لسه بتروح لفلان شيخ ثاني، اقول له يقول ده ما يعرفش حاجه، والله العظيم بين عليك انت اللي ما تعرفش في نفسي، واروح للثاني يقول نفس الكلام ده، ده ما قلت خلاص احملها على انه لا يعرف حاجه قبيحه، والثاني يقول مثله فيبقى احملها على المدح، يعني لا يعرف شيئا قبيحا والثاني كذلك، فكلاهما على خير. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، احترم الكل، وقبل يد ده وقبل رجل الثاني، ما ينفعش تقبل يد ده ورجل واحد يد والثاني رجل، خلاص. ويفتح الله تعالى عليك إذا أحسنت الظن بهما وكن محبا لهما مع وجود التنافر، فإن هذا التنافر يخليك إيه؟ تزيد في البحث، ويخليك تحقق وتدقق وتتحير ده رايح فين وده جاي منين. هو في الحقيقة ما فيش نزاع، إنما هو بس إيه مماحكات إيه علمية، خلاص كده. يلا. قوله بناء على الظاهر مرتبط بقوله يطلق عليه النظر للظاهر الحالي، قوله على القطع يبقى قوله بناء على الظاهر مرتبط بقوله مطلق عليه أي نظرا لظاهر حاله، يعني احنا بنطلق عليه اسم الإيمان. طب احنا ايش عرفنا انه ده مؤمن؟ مش كده؟ ما في بعض الناس ربنا ابتلاهم بطمس البصيرة، كان سيدنا الشيخ اسماعيل العدوي كان يدرس هنا برضه، كان يدرس في الأزهر الشريف،
فكان يحث الناس على زيارة الأولياء. يجي له واحد من الجماعة اللي بلد فيهم دول يقول له طب وش عرفنا انه ذا ولي؟ يعني يقول لك يعني عاوز يشكك الناس فيه في ولاية الأولياء، يعني خليك يقول لك جايز يكون منافق، جايز يكون زنديق، جايز. لو جاب لك الشيطان الاحتمالات دي عمرك ما حتعتقد في ولاية واحد حتى لو نزلت في آية. فبيقول له شعرفنا لما بني آدم أيها المغفل، لما احنا بنعتقد في الناس وفي العوام انهم مؤمنين مع انه الإيمان أمر قلبي، فليه تشكك؟ يعني نفس المقياس ونفس الكلام. يعني رضيت بوصف الإيمان مع انه ايه ما عندكش دليل معاينة فيه، فلماذا لا ترضى به بوصف الولاية؟ هي المسألة كلها راجعة إلى الكبر والحسد. أم يحسدون الناس على إيه؟ على ما آتاهم الله من فضله. أصل وصف الإيمان عام حيشمله ويشملهم، إنما وصف الولاية حيشملهم فقط ولا يشمله، فعشان كده يشكك في الولاية لكن ما يشككش فين؟ في الإيمان، مع إنه المسألة واحدة. يعني مثلا حديك مثال، مثلا لما واحد يعمل ذنب او يعمل معصيه بيقول ايه؟ يقول يا اخي ما يهمكش او ما تخافش، ده ربنا غفور رحيم، مش كده؟ لا، لما يجي يصحى من الفجر ويروح ايه يسعى على طلب الرزق تقول له يا اخي ربنا رزاق كريم، ما يطمئنش، لازم ياخذ بالاسباب. انما عند المعصيه ما يخش باسباب التوبه واسباب المغفره، يتكل على ايه؟ على مسألة أن الله غفور رحيم. ولهذا قال إيه؟ تقول في العصيان ربي غافر، مش كده؟ صدقت، ولكن غافر بالمشيئة وربك رازق كما هو غافر، فلما لم تصدق فيهما بالسوية؟ يعني زي ما بتعتقد أن ربنا غفار لما هو رزاق، ليه ما يعني ما سويتش بينهم في الاعتقاد؟ عند المغفرة خدتها على موسى نحت مسمح غفور وخلاص وانت هنا، لكن عند الرزق لو قولك ربنا رازق وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، مش هتطمئن إلا لما تحط الفلوس في جيبك، صح ولا؟ يعني في المغفرة من البداية اطمئنيت. طب هل ربنا ادلك عهد انه هيغفر لك؟ ما يجي يدخلك النار، خدتها كده بتسليم من البداية لأنها وافقت هواك، إنما الثانية لم توافق، صدقت ولكن غافر بالمشيئة. ده ربنا إيه رأيك في المغفرة؟ ربطها بالمشيئة. إنما في الرزق ما ربطهوش، بقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما قالش إن شاء. فدي اللي إيه؟ دي اللي تخليك تطمئن، إنما الثانية تخاف لأنها مربوطة به. ومع ذلك اللي مربوط بالمشيئة اطمئنيت ليه، واللي مش مربوط سلمت به. شفت؟ هوى نفس. يلا. قوله هو على القطع، وعلى القطع أن هذا مما يقوله القاضي وغيره قاضي مقدم، وأن هذا إلى آخره مبتدا وآخر، والتقدير وكون هذا أي حصول المعرفة لكل من يطلق عليه اسم الإيمان نظرا لظاهر حاله مما لا يقوله القاضي ولا غيره حاصل على القطع، خلافا للبعض المعاصر الرأي أن القاضي يقول بحصول المعرفة. يبقى معناها المشكلة بين الشيخ السنوسي وبين الرجل اللي معاه اللي هو ابن ذكري حوالين كلام القاضي. فطبعا ابن ذكري خد كلام القاضي بما يوافق رأي الجمهور، والشيخ السنوسي خد كلامه بما يوافق رأيه هو، لأن السنوسي يذهب إلى أن التقليد لا يكفي وأن المقلد ليس مؤمنا، هذا هو ما ذهب إليه في الكبرى. لكن عندك في السنوسية عندك في الوسطى وفي الصغرى أنه رجع إلى قول الجمهور، خلاص؟ نعم؟ هو ما فيش تصريح، بس الكلام اللي هناك يقتضي إيه؟ يقتضي ذلك. ليه؟ لأن الوسطى عبارة عن إيه؟ اختصار للكبرى، يعني الكبرى أو ألفها في الأول، في أول أمره، فكان شابا وكان متحمسا وكان قويا وكان بعدين إهلان وحصلت له بركة الأولياء والصالحين، مشى مع الجمهور، إنما في الأول
كان متمسكا به برأيه. وهذا ما قاله كثير من المشايخ أنه رجع إلى قول الجمهور. يلا قوله بل كل عاقل مجوز في من يظهر الإيمان أن يكون فيه مقلدا أو ظانا إلى آخره، أي وحينئذ فلا يصح قطعا أن القاضي يقول أن المعرفة حاصلة لكل من صدق عليه أنه مؤمن في الظاهر. ها؟ فين أنت دلوقتي؟ قوله على القطع مش كده؟ قوله بل كل عاقل مجوز. بل كل عاقل يجوز، بل كل عاقل يجوز في من يظهر الإيمان أن يكون فيه، يعني شوف كده كلام السنوسي هنا مش قوي، بيقول لك كل عاقل يجوز، لما هو التجويز ده معناه احتمال، يعني لو قال كل عاقل يعني يحكم، يعني يقول ممكن أنه قال يجوز، وهل كلمة يجوز يعني معناه إثبات هو بيجوز، لكن أي واحد يظهر اسم الإيمان أو يظهر الإيمان يكون مؤمنا، لكن كونه ممكن يكون مقلد، ممكن يكون ظن، ممكن يكون شاك، قلنا ما فيش داعي للثلاثة دول اللي هو الظن والشك والوهم، لأنه إيه هؤلاء باتفاق كفار ليسوا مؤمنين، لا الظن ولا الشك ولا الواهم، إنما المشكلة كلها لأن المقلد ليس شاكا، ده بل بالعكس المقلد جازم، يعني المقلد إيمانه تابع للجزم، ولو لم يكن هناك جزم لا يصح إطلاق اسم الإيمان أصلا. يبقى الإيمان هو إيه؟ التصديق التابع للجزم، ده عند الجمهور، أما عند الشيخ السنوسي التابع للمعرفة. قوله بالإيمان أي حديث النفس التابع للمعرفة، هو بيقول حينئذ يعني جوز كل عاقل فلا يصح قطعا، شوف كده يعني معناها يصح بس ليه من غير قطع، من باب الاحتمال أن القاضي يقول إن المعرفة حاصلة لكل من صدق عليه أنه مؤمن في الظاهر. قوله بالإيمان الحديث النفس التابع، هنا فسر الإيمان بأنه حديث النفس، والمراد بالحديث يعني النفس تحدث نفسها، يعني إيه معنى الحديث؟ يعني هو في نفسه يحدث نفسه برضاه أو بإذعانه أو بإقراره، كلمة حديث للنفس كأنه يقول في نفسه أنا راضي أو أنا مذعن أو مقر أو مسلم. قوله إيه شبهات ما رحناش عنده ده. هنا مسألة جديدة دي هنقف عندها طبعا مش هندخل فيها، اللي هي بل كل عاقل جبلنا حوالي 3 صفحات مش هنا ولا كم 93 و94 و95 3 صفحات غير الباقي ده. بإذن الله تعالى في الدرس القادم يبقى إيه نختم الفصل الأول، وبعد كده إيه إن شاء الله إذا عشنا بعد كده طبعا في امتحانات، وبعد كده في إيه في رمضان يعني في امتحان دنيوي وفي امتحان ديني، والصيام ده امتحان، فهنخرج من امتحان إلى إيه امتحان، وانت لازم تعتبر نفسك انك في حالة امتحان دائم، واللجنة منعقدة، والزمن هو الحياة كلها، زمن الامتحان مش ساعتين، زمن الاجابة لحد ايه الوفاة لحد قبل، فلولا اذا بلغت الحلقوم، والامتحان ده في مدة اقامتك في هذه الدنيا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، فمدة الامتحان دي إيه؟ مدة بقائك في الدنيا، وبعد كده النتيجة هتظهر أنت مش في الفصل الأول ولا في الفصل الثاني، النتيجة مش هتظهر في القبر يا بني أمين اللي هيشوفها في القبر، النتيجة هتظهر يوم القيامة يوم تبلى،
في القبر ده يجيبها لك من الكنترول كده بالضبط، انما بصفه رسميه مش هتظهر الا في الاخر. فريق في الجنه وفريق في ايه؟ ربنا يجعلنا من اهل الجنه. يبقى المساله الجديده اللي هي حقيقه الايمان، اعمل لها عنوان كده يا شيخ محمد كده من اول ايه، بل كل عاقل كده. يبقى حقيقه الايمان لا يحكم عليها بالظاهر. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون. أفضل صلاة على